السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مديول الوورد أو بيرد، وده مديول وده تاني مديول إن شاء الله. احنا أو ده يعتبر تاني مديول، احنا خلصنا الاي تي والويندوز. وأنا قبل ما نتكلم، بس مديول الوورد ده واحد، الوورد ده واحد من مجموعة الأوفيس. مجموعة الاوفيس هما مجموعة برامج، حزمة برامج كده بينزلوا عندي على الجهاز مرة واحدة. يعني انا ما احب انزل الوورد مش هنزله لوحده، لا ده انا هنزل مجموعة الاوفيس ومن ضمنها الوورد. طيب انا عشان افتح البرنامج الوورد افتحه ازاي؟ من ستارت ابدأ اول بروجرامز مايكروسوفت اوفيس، تمام، وعندنا مايكروسوفت وورد 2010. طبعا في اصدارات كتير من الاوفيس، يعني الاوفيس في 2003 زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في الويندوز، ان احنا في اوفيس 2003 2010، في 2003، في 2007، 2009، 2010، وفي 2013، واحدث حاجه 2016. فاحنا ان شاء الله 2010 و2010، يعني من 2009 لغايه 2016 اختلافات بسيطه، و2010 و2016 قريبين جدا من بعض، يعني مع بعض الاختلافات. نبدأ كده. بسم الله. اول حاجة احنا ان شاء الله النهاردة نتعرف على واجهة البرنامج، ونتعرف على ازاي نتعامل مع الخطوط، وهننهي الفيديو ان شاء الله كده عشان ما يبقاش طويل. اول حاجة انا لما افتح الوورد، قبل ما نتعامل، اولا ايه لازمة الوورد، او انا ايه فايدة ان انا ادرس وورد؟ ادرسه علشان الوورد ده مهم جدا في التنسيقات. يعني انا عشان اكتب اي ورقة بكتبها على الوورد، سواء ورقة امتحان، ورقة بحث، لا مثلا رسالة ماجستير، فالف ب، يعني الف ب الكمبيوتر انا اقدر اتعامل كويس مع الوورد. طب ايه فايدة الوورد؟ ان انا اكتب وانسق الكلام اللي انا بكتبه، بس كده. يعني كل هدفي من الكورس الوورد لغاية ما اوصل ان شاء الله الامتحان، ان انا اتعلم اكتب وانسق الكتابة اللي انا بكتبها، تمام. اول حاجه عشان تعرف، بس ان اهم حاجه في الوورد اللي هو الكيرسر ده، اللي هو المؤشر اللي بيعمل وومي ده، اهم حاجه، تمام، لان هو مكان موجود، مكان انت ما بتكتب، مكان ما انت بتحط صوره، مكان ما انت بتحط جدول لما نيجي نعمل تيبل ان شاء الله. بس فاحنا هنبدا بقى بواجهه البرنامج. اول حاجه عندنا ده اللي هو التايتل بار، اللي هو شريط العنوان اللي هو فيه اغلاق وتكبير وتصغير، ده التايتل بار. وفي جزء كده عن جنب التايتل بار، يعني في التايتل بار في جزء كده احنا هنشرح ان شاء الله واجهه انترفيس انجلش، يعني وهوريكم ازاي نحول الانترفيس ده العربي. بس انا هقول كل كلمه والترجمه بتاعتها، يعني مثلا كلمه انسرت دي معناها ايه، هوم، تمام، بيجليت، الكلام ده. طب نبدأ كده، ان ده اسمه ايه، تايتل بار او شريط العنوان. طبعا هو مديله اسم افتراضي دوكومنت 1، لان انا لسه الملف ده ما حفظتوش. اول ما احفظه او اما اعمل له سيف هيطلع لي الاسم اللي انا هسيبه هنا، اوكي. التايتل بار الجزء اللي على اليسار ده اسمه كويك اكسس تول بار، او شريط ادوات وصول سريع. هنتعامل بيه، هوريكم ازاي نتعامل بيه، يعني وازاي نحط فيه ادوات، لان هو فيه ادوات كده، ادوات انا عايز اسمه، يعني شريط ادوات الوصول السريع هي ادوات انا عايز اوصلها بسرعه فبحطها هنا. هتقولي طب هما ثلاثه، لا احنا لو فتحنا كده شايفين العلامه كاستمايز ده اللي هو تخصيص، يعني نيجي نفتح هنا ممكن نختار بعض الاوامر اللي احنا ممكن نضيفها، تمام. طبعا في مور كوماز، يعني اوامر اضافيه، وتقدر تضيف بعض الاوامر، احنا هنسيبه دلوقتي. طيب ايه بقى دول بقى ما اسمهمش منيو، ما اسمهمش قائمه، دول مش قوائم، ده تابس، تبويبات، دول تاب تاب تاب، تمام، دول تابس تبويب، تمام. كل تاب لو تلاحظوا كده في شريط ادوات كده كبير بيضا، ده ما اسمهوش شريط، ده اسمه ريبون، اسمه الشريط، ما اسمهوش شريط ادوات، لا اسمه الشريط، تمام. فده كله اسمه ايه، ريبون. يبقى انا كل تاب عندي ليها ريبون مختلف، يعني بصوا كده تاب اسمها هوم ريبون، انسرت ريبون تاني مختلف، بيجليات برضو ريبون مختلف، وهكذا، تمام. طيب الريبون ده لو بصينا كده، الريبون ده لو بصيته في مثلا في الهوم انسرت، تقولي طب الادوات دي كتير جدا، يعني انا هل احفظ كل ده؟ لا احنا مش هنحفظ كل ده، احنا مع الوقت هتبقى عارف كل اداه مكانها فين. طيب كل، وعايزه اديكم ملاحظه بقى، ان كل تبويب اسمه يدل على وظيفه الادوات اللي جوه،
يعني ده تبويب اسمه insert. insert معناها ايه؟ اضراب. يبقى الادوات كلها اللي جوه الانسرت او الكل اللي في الريبون مسؤولين عن ادراج حاجه جوه الورقه، ان انا احط حاجه في الورقه، احط صوره، احط رسمه، جدول، رموز، رأس، او ان انا ادرج حاجه. ادرج بيج ليت اللي هو تخطيط الصفحه، اللي هو مسؤولة عن شكل الصفحة، الهامش، ان انا مثلا اعمل ووتر مارك او علامة مائية، ازاي مثلا اعملها افقي او رأسي، تمام. يبقى ده البيج ليت. ريفرنس مراجع، ميل، ميل المراسلات، واحنا هناخد يعني فيديو لو احد عن الميل ان هو جزء مهم. ريفيو مراجعة، انه يعمل مراجعة، مراجعة للمستند بتاعي، مراجعة املائية. فيو يعني عرض، يعني من فيو ده هقدر اغير طريقه عرض المستند بتاعي، تمام. طب نيجي بقى للهوم. تقولي الهوم دي معناها بيت؟ لا، الهوم دي معناها الصفحه الرئيسيه. لو انا حولت كده عربي، لو حولت الاوفيس عربي، هنلاقي ان دي اسمها الصفحه الرئيسيه. ايه مهمه الصفحه الرئيسيه؟ يعني ايه كلمه صفحه رئيسيه؟ فيها اهم الاوامر اللي انا بستخدمها، تمام، سواء كانت في الوورد، يعني في الاكسل هتلاقي برضو ان التبويبات دول موجودين مع اختلاف حاجات مختلفه، لكن هتلاقي ان في هوم. هوم معناها اهم الاوامر اللي انا بحتاجها في الوورد، اهم الاوامر اللي احتاجها في الاكسل او الباوربوينت او الاكسس، تمام. يبقى الهوم في اهم الاوامر اللي انا بستخدمها او اكتر اوامر بستخدمها. طيب نبص كده بس جوه الريبون، ان هتلاقوا ان الريبون او الشريط متقسم جروبس، مجموعات. يعني بصوا كده، دول مجموعه اسمهم فونت، دول مجموعه اسمهم باراجراف. يعني عايز يقول لي ان الادوات دي كلها خاصه بالتعامل مع الفونت او مع الخط. الادوات دي خاصه بالتعامل مع الباراجراف، الادوات دي خاصه بالستايل. بصوا كده، نروح للانسرت كده. دول مثلا دي تيبلز، تمام، لينك، هيدر، فوترز، تيكس. فكل هتلاقوا ان بقى ايه متقسم، ان الريبون الادوات محطوطه فيه متقسمه جروبس. طب حاجه تانية، ان هتلاقوا ان في بعض الجروبس كده فيه السهم ده، شايفين السهم ده؟ ايه السهم ده؟ السهم ده بيقول لي ان في ادوات اضافيه خاصه بالجروب دي بس مخفيه، هتقدر تجيبها من الديالوج بوكس ده، من مربع الحواري، تقدر تفتحه هنا. يعني بصوا كده، ادي الفونت، عايز يقول لي ان مش كل دول ادوات الفونت، لا، ده في ادوات تانية مش ظاهره، هتقدر تجيبها من هنا. بصوا، تمام، بصوا كده الباراجراف هنا، الستايل هكذا. لكن في جروبس لا، ايديتنج دي يعني ما فيهاش، عند كل الادوات. نيجي هنا بقى الانسرت، هتلاقوا معظم، يعني مش معظم، كلهم مفهومش السهم ده، ان دول كل الادوات، مفيش ادوات تانية مخفية. فالسهم ده معناه ايه؟ معناه ادوات مخفية اقدر اوصلها بس خاصة بالجروب ده. دي حاجات مهمة احنا في الاول لازم نبقى يعني عارفينها. فيبقى عندنا ده التايتل بار، دول تابز، ده ريبون، وعرفنا شوية عن ريبون. اللي تحت بقى اسمه ايه؟ الستاتوس بار او شريط الحاله، اللي هو بيقول لنا مثلا عندي كام صفحه، انا واقف صفحه كام من الصفحه، يعني واقف صفحه كام، وانا عندي كام صفحه، كام عندي كام كلمه، بكتب انهي لغه. وهنا في طرق العرض وفي تكبير وتصغير، ودول هوريكم نتعامل بيهم ازاي. طيب حاجه تانية قبل ما نبتدي نكتب، ان انا شايف ان الريبون ده واخد مساحه من الشاشه عندي، ممكن يصغر. يعني انا ممكن اصغر الريبون بحيث ان انا الورقه بتاعتي تاخد من اول فوقه. طبعا لو جينا كده مشينا عند التبويبات، هتلاقوا شايفين علامه الاستفهام دي وجنبها السهم ده، نعمل ايه؟ لو عملت كده بيعمل مينيمايز للريبون، تصغير للريبون، وبس بيحتفظ بيه بالتبويبات، بحيث ان انت لو عايز اي اداه كليك على التبويب تختار الاداه وبعدين ترجع تكتب، تمام، كانك بتقول له انا لم احتاج اي اداه هبتدي اظهر الريبون، مش عايز الريبون يبقى موجود قدامي على الشاشه. طب انا عايز اكبره يرجع تاني قدامي على الشاشه، اضغط تاني على السهم ده. طيب نخلص علامه الاستفهام دي. علامه الاستفهام دي بتعمل ايه؟ بتدينا تعليمات او مساعده خاصه بالوورد. فاكرين في الويندوز ان احنا كان عندنا حاجه اسمها هيلب اند سبورت او التعليمات والدعم، ودي خاصه بالمعلومات او التعليمات خاصه بالويندوز. لا، علامه الاستفهام دي تعليمات خاصه بالوورد. يعني انا مثلا في الوورد ده مش عارف اعمل ايه، طبعا ممكن طبعا هي اوف لاين برده، مش هخليها اون لاين، خليها اوف لاين. اني مثلا انا مش عارف اعمل مثلا ايه برينت مثلا في الوورد، او خليني مثلا اعمل فونت انتر او سيرش،
تمام، ابتدي تجيب لي انت عايز تعمل ايه في الفونت. set the default font keyboard shortcut، يعني انت عايز تعمل ايه. فابتدي ان هو يجيب لك معلومات خاصه بالوورد. شايفين كلمه وورد هيلب؟ طيب نبتدي بقى احنا في عشان نكتب. قلت لكم احنا اهم حاجه عندي هو مؤشر الكتابه ده او الكرسر ده، لان هو مكان موجود مكان انا بكتب. فاحنا ان شاء الله النهارده نخلص مجموعه الفونت وهننهي الفيديو على كده عشان ما يبقاش فيديو طويل. طيب انا حبيت اكتب دلوقتي، طب انا هكتب من اليسار. انا دلوقتي طبعا الكيبورد عندي انجلش، تمام، فهكتب من اليسار انجلش. طب انا عايز اكتب عربي، بصوا هحاول كيبورد الت وشيفت، حاولت كيبورد عربي مثلا، هكتب اهو. طب هو بيكتب ليه عربي من الشمال؟ يعني انا المفترض ما اكتبش عربي من الشمال، ده غلط، تمام. هو على فكرة مش معترض، يعني الوورد مش معترض، انت ممكن تكتب وتعمل بقى تعمل ازاحة بالمسطرة والكلام ده، بس الفكرة ان في بعض التنسيقات تطلع غلط. طالما انت بتكتب عربي يبقى لازم اعمل محاذاة للمؤشر ده يبدأ من ناحية اليمين. طب ازاي اعمل محاذاة للمؤشر؟ بس دي هنقولها النهاردة من الباراجراف، والمرة الجاية هنكمل الباراجراف. من شايفين العلامتين دول؟ دول تكست دايركشن، اتجاه النص. انا عايزه رايت تو ليفت ولا ليفت تو رايت؟ ليفت تو رايت يبقى انا ببدا من يسار لمين. زي ما قلت لكم ما عندوش مشكله يكتب عربي من الشمال، بس الفكره ان بعض في تنسيقات هتبقى غلط، فانا اخليها ليفت رايت تو ليفت، تمام اهو، تمام. واكتب بقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في بعض القواعد كده لازم نتعلمها واحنا بنكتب في الوورد. اول حاجه ان وانا بكتب انا عندي ال هظهرها وبعدين اوريكم الظاهره ازاي الرولر دي. اوكي انا عندي الصفحه بعد، لو تلاحظوا ان هنا جزء ما كتبش من الاول، ان ده عندي ده اسمه هامش مارجن، ده هامش في الورقه. عندي هامش يمين وعندي هامش يسار، يعني الورقه هتبدا من هنا وتنتهي هنا. يعني انا كمان لما اجي اكتب مش هيكتب لغايه اخر الورقه، لا ده هيكتب بس لحد هنا. طيب احنا واحنا بنكتب لو انا عايز انزل السطر اللي بعده هعمل ايه؟ هضغط انتر، تمام. فكوني ضغطت انتر، انا بس جبت نص كده جاهز عشان ايه نشتغل عليه. كوني ضغطت انتر فانا كاني بعمل ايه بقى؟ فقره جديده. اصلي بصوا كده، لو انا ما ضغطتش انتر وجي الكلام، انا بصوا كده يعني ربما كده اوكي. بص لو انا جيت هنا خلصت كتابه وبكمل بقى، يعمل ايه هو لوحده؟ بينزل السطر اللي بعده من غير ما اضغط انتر. يعني انا لو خلصت كتابه السطر خلص وانا لسه بكمل كتابه، فهو لوحده بينزل السطر اللي بعده. طب تلاحظوا كده ان انا لما ضغطت انتر عمل مسافه ابعد من انا لما هو نزل لوحده، يعني هو لما نزل لوحده المسافه قريبه، لا لما ضغطت انتر المسافه بقت ابعد، لان انا لما ضغطت انتر هو عمل حاجه اسمها ايه؟ باراجراف جديد، فقره جديده. يعني هو دلوقتي فاهم ان ده فقره جديده منفصل عن كلمه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ولما انا كملت كتابه، بصوا كده، لما انا كملت كتابة والسطر خلص لوحده هو لوحده نزل السطر اللي بعده، هو فاهم ان السطرين دول او الثلاث سطور تبع بعض، يبقى لما نزل لوحده كأنه عمل ايه؟ سطر جديد، سطر جديد في نفس الباراجراف. يبقى لما انا اضغط انتر يبقى انا بعمل باراجراف جديد. اما لو انا بكتب ونزل لوحده بيكمل في نفس الباراجراف. طيب بيعمل سطر جديد عن نفس الباراجراف. طب حد يقول لي لو انا عايز، انا بكتب دلوقتي وعايز انزل سطر جديد بس في نفس الباراجراف، يعني مش عايز اضغط انتر، انا عايز اكمل الباراجراف في السطر اللي بعده، فما اضغطش انتر بقى، شيفت انتر. فشيفت انتر بتعمل سطر جديد في نفس الباراجراف، تمام. يبقى عندنا انتر بتعمل باراجراف جديد، اما شيفت انتر بتعمل سطر جديد في نفس الباراجراف، تمام. طيب انا ممكن اقسم الباراجراف ده على اتنين. يعني انا مثلا لو انا عندي جنب كلمه اللغه العربيه دي عايز اقسم اخلي يبدا باراجراف جديد، اخلي كلمه من حيث عدد المستخدمين دي بقى، او بص بقى، او خلي انا عايز كلمه اللغه العربيه دي تبدا في باراجراف جديد. فاول حاجه بعمل كليك كده المؤشر، تمام، واضغط انتر. فبصوا كده ده بقت باراجراف وده باراجراف جديد. طب لو انا عايز اقول له لا انا عايز السطر ينتهي مثلا عند كلمة
هننزل كده مثلا العربية، وعايز هي ايضا لغة الجملة دي عايزة تبدأ في سطر جديد بس في نفس الباراجراف، يبقى سطر في نفس الباراجراف يبقى شيفت انتر. تمام اهي دول تبع بعض، لكن انا لما جيت ضغطت انتر يبقى انا بعمل باراجراف جديد. هتلاقوا ان بصوا كده لما نيجي نحدد بقى هتلاقي الدنيا ظهرت. تمام يبقى انتر تعمل باراجراف جديد، شيفت انتر بتعمل سطر جديد في نفس الباراجراف. طيب انا لو عايز بقى ايه دلوقتي انسق الكلام اللي انا كاتبه، كان عندي يعني عندي خيارين في حالة التنسيق. ممكن اختار التنسيقات قبل ما اكتب، وتبقى دي تنسيقات افتراضية، يعني اول ما اكتب يبقى حجم الخط كذا، لون الخط كذا على طول وانا بكتب. طب افرض انا عملت كده وجيت بعد ما كتبت ما عجبنيش شكل الخط، انا عايز اغير شكل الخط او لونه. طب عشان اغير شكل الخط او لون اي حاجة انا كتبتها او انسق اي جملة انا كاتبها يبقى لازم احددها الاول. طب عشان احدد كلمة بعمل دبل كليك على الكلمة بيحدد الكلمة. طب عايز احدد السطر باجي ايه، باجي كده جنب السطر، هو بس عشان هو ده انجليش فانا من ناحيه اليسار لو عملت كليك كده في الهامش جنب السطر، طبعا عشان ده اوفيس انجليش فانا جيت بس ناحيه اليسار، لو عملت كليك واحده جنب السطر بيحدد السطر كله كليك واحده. طب عايز احدد الباراجراف، يعني الاربع اسطر دول مره واحده، ثلاثه كليك ثلاثه كليك ثلاثة كليك بيعملها تحديد للباراجراف او سيلكت الباراجراف. يبقى دبل كليك بيحدد كلمة، كليك واحدة جنب السطر في الهامش بيحدد السطر، وثلاثة كليك في الباراجراف بيحدد الباراجراف. بصوا كده ثلاثة كليك اهو، شايفين لما احنا قسمناه اوكي اهو، بس ده طبعا كلهم باراجراف واحد يعني مفيش بينهم انتر. انا كان ممكن اقسم يعني بصوا كده، ممكن اجي هنا مثلا عند نهاية الجملة دي بدايه الجمله دي واعمل انتر كده عملت باراجراف جديد. طب حد يقول افرض انا عايز ارجعها، يعني عايز ادمج الباراجرافين دول مع بعض، خلينا احط لكم في حته ظهر. انا دلوقتي ده باراجراف ثلاثة كليك وده باراجراف، عايز ادمج الباراجرافين دول مع بعض. على فكره الحكايه دي مهمه وبتيجي سؤال في الامتحان، ازاي ادمج باراجرافين مع بعض، هعمل ايه؟ هو في طريقتين بس انا خليني في طريقه واحده وهثبتكم عليها. ان انا اجي في بدايه الباراجراف التاني، مش عايزه ادمج الباراجراف ده مع الباراجراف اللي قبله، هاجي احط اهم حاجه انا قلت لكم المؤشر، احط المؤشر كده في بدايه الباراجراف واضغط باك سبيس اللي هو السهم اللي بيمسح، فكده دمجتهم. بس ممكن عشان انا كنت قاسمه كده، بصوا كده باك سبيس هما قدمجوا اصلا ثلاثه، بصوا كده اهو. انا يبقى انا ممكن اقسم عن طريق ان انا اضغط انتر، وممكن ان انا ارجعهم تاني اضغط باك سبيس، بس عشان الكلام نعمله محاذاه يسار وكده ففي مشكله خليني اظبطها. اوكي بصوا كده اهو ادمجوا الكليك، اول حاجه نحط المؤشر في بدايه الفقره الثانيه وبعد كده نضغط باك سبيس. او يمكن السطر مش ثلاثة كليك، بصوا باراجراف ده كله باراجراف، حتى لو ده يعني السطر انتهى هنا وكمل وكمل في السطر اللي بعده، بس ثلاثة كليك ده باراجراف واحد اهو. بصوا كده اهو مثلا نبدأ وبذلك انتر كده، دول باراجراف. لو جيت قبل كلمة وبذلك وضغطت باك سبيس رجعت تاني كأني دمجت فقرتين مع بعض. يبقى ازاي ادمج فقرتين مع بعض؟ ان اجي في بداية الفقرة التانية واضغط باك سبيس اهو، بدمج الفقرتين مع بعض. تمام طيب يبقى اول حاجه انا هعمل عشان ابتدي بقى انسق، هعمل سيلكت للفقره بتاعتي وابتدي انسقها. اول حاجه نبدا بمجموعه الفونت، ودي اهم يمكن واحده، يعني الهوم كله مهم او الصفحه الرئيسيه دي كلها مهمه. اول حاجه ده اللي هو نوع الخط، ده نوع الخط. عارفين مثلا في خط كوفي عثماني اندلسي، دي انواع الخطوط، وهتلاقوا فعلا في خط اندلسي. لو تلاحظوا بقى ان في ميزه في الوورد 2010 انه بيديك معاينه اثناء الاختيار، يعني بصوا كده كل ما بحرك المؤشر بيديني شكل الخط هيكون ازاي، لكن هو فعلا لسه الخط ما اتغيرش. امتى اتغير؟ لما انا اعمل كليك، لما انا اعمل كليك على نوع الخط ده عجبني مثلا كليك فهو كده اتغير، يبقى ده نوع الخط. يبقى انا افتح كده واختار نوع الخط اللي انا عايزه. لاحظوا ان في بعض الخطوط ما بتعملش اي تغيير، لان في خطوط للعربي بس، وفي خطوط للانجليزي، وفي خطوط للانجليزي بس، وفي خطوط بتغير انواع خطوط بغير الاثنين. يعني بصوا كده بصوا كده يمكن ده هو غير اهو،
تمام كليك على نوع الخط اللي انا عايزه. انا اخترت نوع الخط. طب اللي جنبه ده ايه؟ حجم الخط. حجم الخط طبعا زي برضو نوع الخط بيديك معاينه، كل ما تحرك المؤشر كده بيبتدي يديك الحجم، يعني كانه بيقول لك شوفوا انت بتختار، ربما يكون الحجم ده مش هو المناسب ليك او مش اللي انت عايزه، فتبتدي ان انت تغيره اثناء الاختيار. الحجم اللي انت عايزه تضغط عليه كليك. طب لو انا عايز حجم مش موجود هنا مفيش مشكله، انا همسح الرقم ده واكتب الرقم اللي انا عايزه، بس انا كتبته هو لسه ما اتطبقش، لازم اضغط انتر عشان يعمل ابلاي يعني او تنفيذ. طيب دي بقى العلامه دي بتعمل ايه؟ بتعمل بتضاعف حجم الخط، يعني بصوا كده اهو 30 تبقى 6 8، بصوا بتزود. اما دي بتعمل عكس، بتعمل انقاص لحجم الخط. يعني انا لو طبعا هو في الامتحان ممكن يديني مثلا برقم معين فانا اغير برقم هنا، لكن انا في الحالة العادية انا مش محتاج مثلا ارقام، فانا هكبر واصغر بالحجم اللي انا المناسب ليا. طب دي بتعمل ايه؟ بول، غامق، الخط بتخلي الخط سميك، يعني غامق ما اسموش سميك اسمه غامق، فغامق. طب انا الاداة ما عجبنيش الغامق عايزة الغيه، اضغط تاني عليه. تمام، بس لاحظوا ان كل التغيرات بس على الباراجراف اللي انا محددها بس او الفقره اللي انا محددها بس، باقي الفقرات مش بتتغير، لان هو بس بيشتغل على اللي انت محدده. لو انت كنت عايز كل التأثيرات دي تكون عندك من الاول، كان ممكن تختارهم كلهم قبل ما تكتب. تمام، بصوا كده اهو بولد، نلغي البولد. اللي جنبها مائل اللي هي ايتاليك، نلغي المائل دي. اندرلاين اللي هو مسطر، اللي هو يعمل سطر تحت الكلام. طبعا الخط الخطوط الحمراء تحت الكلام ده معناه خطأ املائي مش تسطير، لكن التسطير نحط خط، فممكن نفتح السهم اللي جنب الحرف اليو ده وتلاقي بصوا كده فيش اشكال كتير بقى للخطوط، تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه. طب الاي بي سي دي بتعمل ايه؟ بتعمل خط بس في وسط الكلام. لو عملتها كده بيبان كأن الكلام مشطوب او ملغي، طبعا احنا مش بنسأل عليها في الامتحان بس نعرفها. دي ودي بيعملوا ايه بقى؟ العلامة دي ودي، العلامة دي ودي بيعمل حاجة اسمها ايه؟ دي بتعمل مرتفع ودي بتعمل منخفض. سبسكرايب وسبسكرايب بتعمل ايه؟ سبسكرايب اللي هو مرتفع عن الصدر، بمعنى بصوا كده انا هختار كلمة هنا، لو انا عايز 18 دي تبقى فوق السطر ما تبقاش جنب كلمة ديسمبر، فانا لو حددت كده اضغط واسحب. طبعا ممكن التحديد ممكن يجي بالضغط والسحب، حددتهم واجي اقول له مرتفع، بصوا كده. طيب انا عايز مثلا ايه بقى، اختار رقم تاني مثلا، اختار كلمة تانية. اهو مثلا اوكي، لو شايفين الرقم ده، لو انا حددته اضغطه وسحبت كده خدت الرقم بالاقواس وقلت له مرتفع، هتلاقيه مرتفع عن السطر. العكس بقى لو انا عايزه تحت السطر او منخفض عن السطر، هاجي مثلا احدد الكلمه دي اهي، واقول له منخفض فيطلع منخفض عن السطر. فمرتفع ومنخفض اللي هو مرتفع عن السطر او منخفض عن السطر. طيب العلامه دي بتعمل ايه؟ بتعمل تاثيرات على النص، يعني انا طبعا انا عندي باراجراف كبير فانا احدد سطر واحد، ممكن اضغط واسحب طبعا احدد. هنا دي تاثيرات على النص، بصوا كده شكلها اهو، وفي تاثيرات كتير، ممكن تعمل شادو، ممكن تعمل ظل، ممكن تعمل ريفلكشن انعكاس، ممكن تعمل توهج له، بصوا كده تختار، تقدر تختار اللي انت عايزه. طب الاي بي دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل حاجه اسمها هايلايت، اللي هو عارفين طلبه كده ما يجوا يذاكروا بيجيبوا قلم فوسفوري ويحددوا الاسطر المهمه، هي بتعمل كده. لو انا حددت مثلا السطر ده او السطرين دول وعايزه اميزهم بلون، فبصوا كده، فطبعا فيها الوان مميزه كتير يعني غير الاصفر. لو عايز تلغي اللون المميز تحدد السطرين هما حددهم الاول واجي اضغط تاني على العلامه دي، هتلاقي تحت التمييز اختفى، او تضغط تقول له نو كلر او بلا لون. الاداه دي بقى اللي هي مهمه، اللي هي ايه؟ تكست او فونت كلر، هو لون الخط. يعني لو انا حددت مثلا الكلمه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، وانا هكبرها شويه وعايز اغير لون الخط بدل اسود، هاجي هنا
وابتدي اختار. بص طبعا هو بيدينا معاينه اثناء الاختيار، يعني برضو نفس الفكره، انت وانت بتختار بتشوف اللون ده المناسب ليك ولا لا. وطبعا في مور كولرز وتقدر تختار اللون انت عايزه، بس طبعا لازم تختار تعمل كليك. كليك على اللون اللي احنا عايزينه، تمام؟ يبقى ده الفونت كولر او لون الخط. فاضل يعني حاجتين هنا او علامتين. العلامه دي بتعمل ايه بقى اللي فيها السيكه دي؟ بتعمل كلير فورمات، بتمسح كل التنسيقات. يعني انا نسقت الفقره دي وعايزه ارجع في كلامي، فاعمل ايه؟ اضغط على فترجع تلغي كل التنسيقات، حتى لو تلاحظوا انها رجعتها تاني من اليسار لليمين مش من اليمين لليسار. فدي الغاء التنسيقات او مسح التنسيقات، كلير فورمات. طب انا لو عملت حاجه كده بالخطا وحبيت ارجع، يعني مش في الوورد بس، في اي حاجه في الكمبيوتر، لو انا مشيت خطوه وحبيت ارجع فيها، كنترول زد اللي هي تراجع، تراجع بيعمل تراجع عن اخر خطوه انت اتحركتها او غيرتها. طبعا لو فضلت تعمل كنترول زد اكتر مره بيرجع كل الحاجات اللي انت عملتها من الاخر للاول، يعني اخر حاجه عملتها بيلغيها، بعد كده اللي بعدها واللي بعدها كده بترجع لاخر لاول حاجه. يبقى كنترول زد بيعمل ايه؟ تراجع عن اخر تغيير انت عملته في المستند، تمام. العلامه الاخيره دي اللي هي بتعمل ايه؟ تشينج كيس او تغيير حاله الاحرف. يعني ايه تغيير حاله الاحرف؟ لو انا جيت كده وكتبت مثلا حاجه بالانجلش، يعني انا هاجي مثلا اكتب ايه وابتديت اكتب مش عايز اكتب طب انا كتبت، وبعد ما كتبت يعني افتكرت ان افترض اكتبهم كلهم كابيتال مش سمول. هو عمل ايه؟ هو عمل اول حرف بس في الجمله هو كابيتال والباقي كله سمول. لا انا عايزه اغير حاله الاحرف بتاعتي كلها من سمول لكابيتال. اعمل ايه؟ احدد السطر بتاعي او الجمله اللي انا عايزها. هنا تشينج كيس او تغيير حاله الاحرف ده خاص بس باللغه الانجليزيه، يعني في العربي الاداه دي ملهاش اي تاثير. هاجي كده اقول له لوك لور كيس او احرف صغيره تخلي كلهم سمول حتى اول الحرف، اما ابر كيس او حروف كبيره تخليهم كلهم كابيتال. بصوا كده في طبعا كذا حاجه، في كابيتالايز ايش وورد، كل كلمه تبدا بحرف كابيتال، كل كلمه تبدا بحرف كابيتال والباقي سمول. التوجل كيس اللي عكسها بقى، اللي هي كل كلمه تبدا بحرف سمول والباقي كابيتال. دول بعض الحاجات، بس اللور كيس والابر كيس دول اشهر حاجه، يعني تتغير حاله الاحرف. اخر حاجه ننهي بيها الفيديو بتاعنا ده اللي هو ايه؟ نسخ التنسيق او كوبي فورمات. يعني انا عملت تنسيق على الجمله دي اللي هو مثلا الفقره دي، وانا عايز اعمل الفقره دي، بصوا كده، لا سيبكم، مش الفقره، انا عايز الجمله دي لغايه كلمه العربيه تبقى شبه الجمله اللي فوقها اللي هو نفس التنسيق، يعني نفس لون الخط. انا بس هغير لكم لون الخط هنا، شويه مش باين اوي، انا عايزه لون واضح عشان يبان يعني. اوكي بصوا كده، دلوقتي انا نسقت الفقره دي وانا عايز السطرين دول اطبق عليهم نفس التنسيق ده. اعمل ايه؟ هاجي هنا ممكن اعمل يعني كليك كده على الفقره دي او احددها زي يعني اللي تشوفوه مثلا مناسب ليكم، يا اما بس انا مجرد واقف عليها. تمام، شايفين الفرشه دي بتعمل ايه؟ فورمات بينتر او نسخ التنسيق. كليك كده عليها هتلاقوا ان الماوس عندي اتحول لرمز فرشه. بصوا كده، اضغط واسحب، هسيب كده او ما اسيب، فهو الفرشه خلت التنسيق، انا نسخت التنسيق من الفقره دي للفقره اللي بعدها، مش نسخت الكلام، لا نسخت التنسيق. تمام، وبكده احنا ننهي النهارده، وان شاء الله المره الجايه هنكمل باقي الهوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وان شاء الله ما تنسوناش من صالح الدعاء.